عاد الدوري المصري للنوري من جديد بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا. فكانت ضربة البداية يوم الخميس الماضي بمواجهة بين الزمالك والمصري المؤجلة من الجولة 14، والتي فاز فيها الفارس الأبيض بهدف دون مقابل. وتستأنف المباريات الأحد 9 أغسطس بمواجهتين، فالأولى يلتقي خلالها مصر للمقصة مع أسوان على استاد المقاولون العرب في تمام الساعة 17:00، ويبحث المقصة عن تحقيق فوزه الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال من أجل الهروب من منطقة الهبوط والتي يتواجد فيها الفريق، حيث يحتل المركز 17 والقبل الأخير برصيد 14 نقطة فقط. بينما على الجانب الآخر يأمل أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان تحقيق نتيجة إيجابية على حساب المقصة لمواصلة نتائج الفريق المميزة في المسابقة، حيث تسلم مهام الفريق من مجدي عبد العاطي المدرب السابق لأسوان وهو في المركز 13 برصيد 18 نقطة، محققا 3 انتصارات في آخر 3 مباريات على حساب حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد. وفي 8:00 مساء يستضيف الأهلي نظيره إنبي في إطار مؤجلات الجولة 15 من مسابقة الدوري، والمقرر أن تنطلق في 8:00 مساء على استاد القاهرة الدولية. واستعد الأهلي للمباراة بمواجهتين وديتين من أجل عودة الدوري، كانت أمام سموحة وفاز فيها المارد الأحمر برباعية نظيفة فضلا عن الفوز على الجونة 5-2. وخلال الفترة الماضية خاض الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري ريني فايلر العديد من التدريبات للوقوف على التشكيل الأمثل لتعويض الغيابات، حيث لن يشارك في المباراة كل من رمضان صبحي بسبب أزمة القيد، بالإضافة إلى ياسر إبراهيم والذي أصيب في ودية الجونة، فضلا عن إيقاف رامي ربيعة بسبب طرده في آخر مباراة أمام سموحة، وكهربا الذي ينفذ عقوبة الإيقاف على خلفية أحداث مباراة السوبر. ويأمل الأهلي أن يواصل انتصاراته في الدوري والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، حيث يتواجد على صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة جمعها من 17 مباراة، حقق الفوز في 16 وتعادل في مباراة واحدة. أما على الجانب الآخر فيأمل إنبي تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الدوري طمعا في الاقتراب من التواجد بالمربع الذهبي، حيث يحتل العملاق البترولي المركز 7 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة. وقد استعد إنبي لعودة الدوري بخوض العديد من المباريات الودية، كان أبرزها أمام مصر للمقصة والفوز عليه برباعية، فضلا عن التعادل مع نادي مصر 2-2 وطنطا سلبيا وأسوان بهدف لمثله، حيث شهدت الوديات تألقا كبيرا لمهاجم الفريق أحمد علي. ويواجه إنبي العديد من الغيابات لعل أهمها محمد شريف أحد أبرز عناصر الفريق البترولي بسبب بند في عقده يمنعه من المشاركة أمام فريقه الأصلي وهو الأهلي الذي أعير منه مطلع هذا الموسم، حيث يعد شريف هداف إنبي برصيد 9 أهداف وثاني الهدافين بالدوري خلف عبد الله السعيد صاحب 13 هدفا. إثارة منتظرة خلال مباريات الأحد بالدوري المصري، حيث تأمل الجماهير أن يرتفع مستوى اللاعبين في جميع الأندية سريعا بعد فترة التوقف الطويلة التي تسبب فيها فيروس كورونا.